الآن إلى أحد الفلاحين من ناحية الطيب في محافظة ميسان، وهو يشكو من مدراء السيلوات، وهي الصوامع التي يتم تخزين القمح فيها. مدراء السيلوات للأسف يمتنعون عن استلام حنطته، مما جعله يخسر أموالاً إضافية كأجور نقل لمحصوله دون أن يتم تسويقه. نتابع. كان على طريق الحولي تفاجأنا بهذا الفلاح المزارع وهو واضع الطعام ماله بنص الطريق. لمعرفة أسباب هذه الحالة، شنو اللي صار ابن عمي؟ والله احنا هذني تقريبا كل سيارة بها 14 طن. ال 14 طن هاف لوري ما إلها سلب السائل تدخل بيومها. جينا المدير قال تحملون باكر، حملنا يوم ثاني، جينا قال لا اسوي لكم سله، سوالنا تقريبا 5 ايام، خلص الخمس ايام رضينا به، ورا الخمس ايام قال اعطيكم 5 ايام ياخذون من عندنا عطر ليليه 100,000. استاذنا العزيز احنا عندنا شكوى ضد مدير السايل ومال الطيب تحديدا استاذ اكرم قاعد يتواطى ويا التجار، ياخذ منهم كل السيارات مليون واكثر واقل، يطبون التجار الفلاحين ما يطبهم، كل الفلاحين. اذا تريد استاذ روح اسال بالسايل وبستاذ اسال تاجر اسال فلاح، شي يقول لك الفلاح؟ يقول لك هذا قاعد يتواطى ويا التجار يضغط على الفلاحين على مود يصير شغلتهم. احنا الناشد السيد المحافظ رئيس مجلس نائب المحافظ مسؤول لجنه الزراعه النزاهه كل مسؤول بالعماره يحل لنا هاي المشكله، مشكله استاذ اكرم ظالم الناس يا استاذنا العزيز. احنا ناس مظلومين، دلنا انا خسرت عليهم تقريبا 3 ملايين، جبتهم مليون ودبيت عليهم عطل مليون ورجعتهم، هسه مرجح لها المليون ما يقبل يستلمها. الناشد المسؤولين، ناشد رئاسه الوزراء، ناشد السيد المحافظ، هذا العدنا، احنا ناس مظلومين نريد من عندكم تساعدونا يا استاذ.